الإله الواحد الذي نعبده جميعا، الكائن بذاته، الناطق بكلمته، الحي بروحه، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. السيد الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية، الأحباء المشاركون لنا في هذه المناسبة الجليلة، القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية العربية والأجنبية، العلمانية والكنسية، إننا في هذا اللقاء الذي فيه نودع أبا حبيبا باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله، وعلى رأسها قداسة البابا شنودة الثالث ومجمعها المقدس، نودع إلى الأحضان الإلهية أبا حبيبا صاحب النيافة الأنبدانيال مطران الخرطوم وتوابعها، يشاركني في هذا الوداع إخوتي أصحاب النيافة الأنبا فام أسقف طمة والأنبا أبرآم أسقف الفيوم، الأنبا ديمن أسقف نجادة، الأنبا يسطس أسقف دير الأنبا أنطونيوس الذي رسم عليه المتنيح راهبا، الأنبا أنطوني أسقف اسكتلندا وأيرلندا، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام بإنجلترا. يشاركنا هذا الوداع نيافة أخينا الحبيب الأنبا سرابومون أسقف مدرمان والنائب البابوي لإبرشية الخرطوم، إلى أن يتمم الرب راعيا صالحا لهذه الإبرشية المباركة. سيد الرئيس، إخوة الأحباء، كان لي أن أعيش في هذا الوطن بضع سنوات تتلمذت فيها وزاملت حبيبنا الراحل، فحديثي عنه ليس حديث السامع ولا القارئ، ولكن حديثي عنه حديث التلميذ الذي تتلمذ وعايش ورأى وسمع ما لم يرى من كثيرين وما لم تسمع به أذن كثيرة. كان حبيبنا الراحل ينتمي إلى أسرة عاشت في هذا الوطن حقبة قرون، شاركت هذا الوطن في برامج تنميته، وكانت هذه الأسرة تشارك في تنمية السودان، وعملت في عصره الحديث من أجل التعمير والتعليم والبناء وتشييد القيم الروحية، وفوق ذلك كله كانت لهذه الأسرة وعلى رأسها المرحوم إبراهيم بخليل باعا في الحرية من أجل تحرير ذلك الوطن. نشأ الطفل دميان في هذه الأسرة المحبة لكنيستها ولوطنها، وتتلمذ على آباء الكنيسة، نذكر منهم المتنيح الأنبا سرابومون مطران الخرطوم السابق الأسبق، وعاش الطفل دميان في أحضان هذا الوطن
تزامل مع قيادات كثيرة منهم الوزراء ورؤساء الوزراء الذين كانت لي فرص لأن أزورهم مع نيافته عندما كنت وكيلا لمطرانية الخرطوم ما بين سنة 68 و71، وكنت أرى في الأنبا دانيال أخا وفيا لكل المواطنين مسيحيين ومسلمين في السودان. نشأ الأنبا دانيال في هذه البيئة المحبة للوطن وللكنيسة، لذلك لم يكن غريبا على أن يكرس حياته لخدمة السودان وكنيسة السودان. لقد عرفنا نيافة الأنبا دانيال ناسكا تقيا، فكان ليس للعالم مكانا في قلبه، ولكنه كان متحرر من كل شهوات وملذات العالم حتى المحلل منها. لقد عرفنا الأنبا دانيال خادما باذلا كان في الأربعينيات والخمسينيات، لم تكن السيارات متاحة، كنت أراه حتى في الستينيات بشمسيته يجوب الخرطوم يفتقد أهلها في أحر أيام السنة، وكان يفتقد الفقير ويطمئن على المريض ويواسي الحزين، وكان أبونا دوماديوس خادما باذلا. كان أبونا دوماديوس والأنبا دانيال مركزا للعطاء، كان صاحب عطاء ليس ماديا وفقط، كان يعطي حبا، كان يعطي مشاعر، كان يعطي مواساة. لذلك صار الأب دوماديوس والأنبا دانيال رمزا للمحبة، كان محبا وكان محبوبا، لذلك أحبته الجموع وأحبها هو وتعلقت به الجموع وتعلق بها هو، فصار الاثنين واحدا لا يفرقهم عنهم شيء، حتى وإن كان الموت يفرقنا عنه لكننا لا ندرك، لا نؤمن أن الموت يفرق، لأننا في إيماننا أن الميت الذي عاش خادما وإن كان ميت فهو يتكلم بعد. الأنبا دانيال لازال وهو إن كان راقد الآن بيننا إلا أنه يتكلم، لقد يتكلم الأنبا دانيال بواسطة تلاميذه، فقد تتلمذ عليه الكثيرين، رهبان، راهبات، قسوس، مكرسين، عاملين في كروم مختلفة، فإن مات الأنبا دانيال فهو يتكلم في تلاميذه، إن مات الأنبا دانيال فهو يتكلم في مؤسساته، لقد بنى الكنائس والأديرة والمدارس وعمر المؤسسات التي تحمل اسما خالدا له، إن كان قد مات الأنبا دانيال فهو يتكلم بعد. نحن لا نؤمن بالموت موتا ولا بالرحيل نهاية، لأننا لا نتعامل مع الموت من خلال ظلمة القبر، ولكننا نتعامل مع الموت من خلال مجد القيامة. أين شركتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ليس للموت سلطان على أولئك الذين يؤمنون بالله وبالخلود، لأن الموت لم يعد بعد له سلطان. إننا نؤمن أن الموت هو بداية الحياة، والرحيل هو بداية الخلود، والانتهاء من هذا العالم هو بداية النمو الحقيقي، لأنه إن لم تمت حبة الخلطة فلا تعطي ثمرا ولا تعطي نموا. هكذا الموت في إيماننا لم يعد موتا ولكنه حياة، وأولئك الذين يموتون مؤمنين بالله لا يموتون لأنهم يتكلمون.